انت اللي في بص البوكس ماما وشف معايا لا ايه ده تليفون ماله بيخطف ليه شاف التليفون ماله بيعمل لي كده يا ولاد انا مصور لكم الاكل ده كله على شطاره في المطبخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيك عاملين يا رب تكونوا بخير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صل على النبي نكسب صلاه على النبي احلى ناس في الدنيا وكلم بابا كان بابا ده لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ويرحم الشهداء ويشفي المصابين ويصبرهم يا رب العالمين يا رب العالمين بصوا يا حبايب قلبي النهارده احمد بقى في الشقه واحتمال هيبات بره عشان الشقه دلوقتي احمد قاعد فيها بيعمل فيها حاجات فانا كنت عامله صراحه حسابي ان احمد جاي وهنعمل تحدي فقال انا مش هينفع اجي النهارده عشان شغاله كده وبعمل حاجات فالمهم ايه قلنا نعمل انا والاولاد ديت كفته بالبطاطس انا عامله لكم الاكل ده كله على اشتراف المطبخ وعاملين ملوخيه وعاملين رز بالشعريه والاكل ده كله على شطاره في المطبخ يلا تحدي ما بين فريقين فريق انا وسلمى وفريق سمير وياسين مع بعض احنا اللي ماشي قولي فريق البنات ضد فريق الولاد ايوه فريق البنات ضد فريق الولاد يلا يا سلمى ده قولي براحتك يا معلمه بس مش عليا الله اللي هيخلص الاول خد الكفته ماشي يا سمير اللي هيخلص اكتر الله بطاطس بقى اوعى مين هيكسب ومين هيعمل حب لحم ولاد حطوا لنا لك حلو فرحوا العيال كده بالله في الكومنت حلو وزي في الكومنتات على فكرة امي ده متخرج بره ما تبانيش لا انا باينه الناس حبايب يبقى يكون يلا عشان ملا يكسب طبعا نحن انا عملت طلع كفتة يا بابا انت مش بتاكل كفتة ليه انا عملت الكفتة دي عاملة على قدية عاملة بتاع شطرة في المطبخ بس هتنزلها تلاقيها في اول تعليم مسبق حبايبي اللي مش تنفعش معايا في الفيسبوك اشترك بقى عملت قناه من ايمت 3 4 عشان كده اشتركوا فيها ربنا يسعدك ماما انت هتاكلي وتيجي في الاخر هتقولي ان احنا خسرنا مين خسرنا مين انا نازله اكله وسلمى كمان بص احنا خلصنا ازاي وانتوا ازاي خلاص اكتر منها هلا ايوه انت معايا عشان تخزلنا ولا تكسبنا انا ايه مشموشه يا مشموشه خد تعال ندوب حته كفته مشموشه خد يا صلاه النبي احيده حطيت له الكفته ما كلهاش يا ابني كنت حطيتها لا هو ياكلها عايز اعمل دي مش فاش انا حطيتها وشمها وسبعه الواد مش جارع ونظيف ما يبقاش في اكل في الدنيا كل ما البيت ما فيهوش اكل وبرضه ما ياكلش اكل اللي يحطه له بيتكلف علينا يا عم مش فاهم مش فاضي يا حبيبي مش عايز ياكل عايزك تزغزغيه ليل ونهار ما تاكلهوش بس زغزغيه كده عسل قولي كفته يا حبيبتي قولي كفته عشان شايف كده انت في ايه ايه ده
ده هو ده معانا. انت بتاكلوش كفته؟ انا لا طلع الكفته عشان ما تشبعوش. طلع طلع لي يا سيد سلمى كل الكفته. ايه ده وفي ايه؟ التحدي مش على الرز بس على فكره، ممكن تاكلوا الرز وتخلصوه ويبقى في طبقكم فيه اكل كتير وهتخسروا برضه. ماي انا جايبه كوبايتين. شايفين احنا يا اولاد اللي هنكسب؟ قولوا هي احنا. ربنا يخليكم ليا يا حبيب قلبي، كل سؤال عليا امبارح ربنا يسعدكم ويخليكم ليا يبارك فيكم يا رب ويديكم الصحه والعافيه. يا احلى جيش في الدنيا انتوا، احلى جيش في الدنيا الجيش بتاعي انتوا، احلى ناس في الدنيا. ربنا يسعدكم ويخليكم ليا. الحمد لله. ولا ناس بتقول لي انت ما كشفتيش ليه؟ والله انا عامله تحاليل وعامله اشعاعات بس لسه ما خدتهاش للدكتور. هتبقى ده كله نبلع. لا والله ما كلت كفته بطاطس مش هتحسبوا انتوا كسبانين. وكله بطاطس كمان وملوخيه، ما كلتوش ملوخيه. لا البنات كمان الاكل التحدي على الاكل كله يعني. انا يا معلمه احنا نكسب خلاص. يلا 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 أكتر وكفتة أكتر. يلا سمين يلا 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 ماشي يلا يلا يلا. ما تقفش يا سلوك، ما تديش لي ياسين كل انت يا سمير، لازم تدي لاخوك عشان تفهم. يلا سلوكت بسرعه شاطره. خلصنا الرز. رز مين يا بابا؟ امسح الطبق شاطره يا سلومة. برافو. مش احنا ها عندكم رز والله ما يتحسب الرز. لا والله فاكره. لا الطبق منين والله؟ ماليش دعوه. ماليش دعوه. انا الرز قبليكم. لا 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 والله مسحاه يا حبيبي اهو. مسحاه يا بابا. انت هتقلف ولا ايه؟ مفيش اصلا بالظبط. لا حبيبي لا 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 بسرعة نحفظ. هنشوف دي الكفتة. نعد بقى مين واخد الكفتة السمك. ماشي احنا كده خلصنا الرز اهو. كده أول جبلة. أول جبلة أيوة في جبلة. احنا خلصنا الرز. طب لا لسه فاضل. استنى لا احنا كده كسبنا أصلا. ليه؟ أنت عندكم خمسة بقى كفتة. عدي. عد. احنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 من 3 4 5 6 7 8 9 10 10 وال 11 في سلمان دي اسم الدوله دلوقتي حالي. طب ماشي متعادلين يا جماعه في الكفته. الكفته البطاطس بقى احنا باكلين ربع الطبق. انا ربع الطبق لوحدي. لازم نعد الطبق على البطاطس. لا احنا قلنا على الطاجن وعلى الرز. احنا واكلين نص الطبق اصلا. ربع الطبق بطاطس اهو. وباكلين ملوخيه اكتر منهم. وخلصنا الرز قبل يلا يوم على الطبق عشان مش قادر فعلا. بطنك انا اليقاب. انا عامل زي انا عقاب جامد. قولي يا امي
كسبانه. قولي اللي انت عايزاه. ما تقوليش ميه. آه مش كل التحديات في حياتكم ميه. لا ميه انا بروح. اه صح. طب يلا. لا انا بعمل في ميه. انا عايزه. لا تبقى ميه سخنه. قولي يا بنت هتعملي ايه؟ انا اجيب ميه. في مخيه بس اللي وقعت مني. مغبه. انا في عندنا؟ مراخيه سامة. فين ده؟ مفيش حاجه. ايه مخيه؟ يلا. اغلي سمير كوبايتين ميه ويضربهم على النص. ده حلو. ليه يا سلمى كده؟ تدهولي ان الدنيا يا اختي لسه هروق الشقه. انا عايزه كده. لو اقسم بالله كنت باكل او كبتها الحمد لله اللي هي مش قادره. طب هات يا بنت هات الميه دي. ايه وانت عامل تعملها طب ايه فيا؟ وانا اللي شفت انا عامل فيها. انا على سلمى. ما تعملي انت فيا وخلي سلمى وسيم ما يسيم مع بعض. لا 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 بس حاولي ما توقعيش على كرسي السفر. لا مش زي ده. طب اقف واشيل الكرسي. لا ما ينفعش. اطلعي يا سلمى في قفاه كده. لا بصي وزعه اهو. لا انت استنى يا سلمى. استني اخلصي عشان بصي اقول لك واحدين ثلاثه هوب وبعدين تروح لها. هوب ميه ساقعه. واحد اثنين ثلاثه هوب. يا 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 بنت يا سلمى عايزاكي. لا عايزاكي بقى تعملي على. لا خلاص انت زغلتي الدنيا. عايزاكي بقى تعملي انت ده طمع على السفره يا بنت الهبله. لا لا دي مش على زميل ده. لا اوعى اوعى شعرك والاكل. اه انا استنى تروح انت يا حبيبي. يلا امسح شعرك وتعالى انت يا سيدي. غرقت لي السفره. تعالى احنا ما شاء الله خلصنا الفيديو سريع سريع اسرع من بتاع احمد. يلا تعالى خش كده بقى. خش بالكرسي. انت حبيبي المفروض تاخد يا شباب. ايه ده انت عايز ميه مسكر يا حبيبي. الارقام اللي انا اصلا ميه. ايه لا حميني بقى زي ما انا حميه بس كده. الكيس والطلبة خير. خدي بنت سلمى حميه. انا اللي حميه. مش لازم تقومي. مش لازم تقومي. الدنيا دوار. لا ما. لا 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 استني استني يا سلمى. اه دخول القفايه كده وخلصي ما تروحش. لا ما تسيبوش. لا ما تمسكش يا سلمى. انا عايزه امسكي هنا. هو عايزه ترش في عيني. بس عايز اهو. البنت بتشرب عشب قوي. ضربت على كرسي الصفرا على الكرسي. بص 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 تيزو انت لابس بص البوكسر. البوكسر انا قاعد بالبوكسر يا سين. والله قاعد بالبوكسر. البوكسر بقى شرب. حد يعمل البوكسر يا راجل. عشان ما يتحدوناش تاني. احنا الفريق اقوياء. اه لو قلنا كده نقول لكم اللي احنا خسرناه. ايوه للاسف. طول ما انت بص هنخليها سمير ما شاء الله. سمير وياسين كبار على كمان يعني ايه. انا خدت انا الكبيره خدت مثلا سلمى صغيره خالص. فهم الاثنين الكبار خليتهم عشان يبقوا قد بعض. بقى الرز قد بعض والصباع الكفته قد بعض والبطاطس كل حاجه لازم. وانا غير انا غرفه كمان على شطاره في المطبخ الاكل ده. يعني انتوا هتشوفوا معايا كل الفيديو كله على شطاره في المطبخ. يا ريت يا حبايب قلبي تنوروني هناك. هتلاقوه في اول تعليق مثبت شطاره في المطبخ. هتلاقوا لينك الفيسبوك. دوسوا بس على اللينك عشان هتلاقوا يوميات احمد وفريد دي كتير قوي على الفيس. فانتوا تخشوا على اللينك عشان تخشوا على القناه الجديده على طول. يلا بالله عليكم مستنياكم هناك. وعلى التيك توك احمد وفريال. على الفيسبوك احمد وفريال. ربنا يخليكم ليا. شكرا جدا على كل سأل عليا ويخاف عليا واداني دعوه حلوه. وقبل ما نختم يعني ايه حطوا لايك. استنى انا الموضوع ده معايا من زمان. من ساعه ما جبت الهبله سمير. من ساعه ما ولدته. والشرق مش عارفه انا كنت حامل فيه اصلا. والشرق قديم معايا لحد دلوقتي ما سابتنيش. ساعات بتختفي كده بتاع كام شهر وترجع تاني. بس الحمد لله على كل حال ادينا ماشيين اهو في الموضوع بقى واشاعات وكده. ونشوف الدكتور هيقول لنا ايه. حطوا لنا حلوة جميلة قبل ما نختم. قبل ما نختم ربنا يرحم الشهداء ويشفي المصابين. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. وكمان يجي تحدي لينا هنخسرهم. هنخسرهم هنخسر. احنا فريق اقوياء. يلا سلام. انا دوبي اتغيرت. سلام.